كنظموا ميلاد العاشر لمعهد كونفوسيوس بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. بطبيعة الحال هذه علاقة دائمة منذ 10 سنوات، وكذلك هي بالنسبة للمغرب علاقة يعني كترجع لقرون. كيف كتعرفوا كاين طريق الحرير. احنا بالنسبة لنا في الجامعة بطبيعة الحال تعليم اللغة الصينية هو مهم بالنسبة للشباب المغربي. عندنا جوج الأنواع ديال التكوين. التكوين الأول هو تكوين أكاديمي على مستوى إجازة اللغة الصينية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء، وبمقر كونفوسيوس بمنفلوطي. كنضموا عدة دروس بالنسبة للطلبة لجميع الكليات وكذلك للساكنة بمدينة الدار البيضاء. كيف كتعرفوا هذه مدة وحنا كنضموا هذه الدروس، والآن عندنا أكثر من ما يزيد عن 1000 طالب اللي هي كتدرس اللغة الصينية. وحنا كجامعة بطبيعة الحال وكتعرفوا أنتم سوق الشغل اليوم وحتى على مستوى عالمي، وكذلك الانفتاح على الصين، هو الدروس هذه مهمة بالنسبة للساكنة والطالب المغربي. وشكرا. من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.